لتسليط الضوء أكثر على عودة التنسيق بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني في ظل موجة التطبيع الذي يشهده محيطها، ينضم إلينا الأستاذ صلاح الدين العواودة المتخصص بشأن الفلسطيني عبر الهاتف من إسطنبول. أستاذ صلاح الدين، بداية مرحبا بك. يعني في الوقت الذي تؤكد فيه صحيفة نيويورك تايمز أن اتفاق التطبيع بين تل أبيب والخرطوم معرض لخطر الانهيار، تفتح السلطة الفلسطينية بابا لمتابعة التنسيق مع الكيان المحتل، يعني ما الأسباب التي تدفع مشروع التطبيع السوداني مع تل أبيب إلى الانهيار؟ الصوت ضعيف جدا، لكن حسب ما سمعت انه التطبيع مع السودان يتعرض او معرض للخطر بينما تعود السلطه للتطبيع، هل هذا صحيح؟ نعم، يعني نريد ان نعرف الاسباب التي ستدفع مشروع التطبيع السوداني الى الانهيار، ما هي الاسباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بالنسبه لاتفاق التطبيع بين السودان واسرائيل، هو قائم على مصلحه للجنرالات الحاكمين في السودان، وهي اخراج السودان من قائمه الارهاب او الدول الراعيه للارهاب، واغلاق ملف الجنائيه الدوليه تجاه النظام السوداني. ولكن يبدو مع تغير الإدارة في الولايات المتحدة، ذهاب ترامب ومجيء بايدن، مجيء إدارة ديمقراطية، يبدو موضوع الملف الجنائي الدولي يصبح إشكالي بالنسبة لهذه العلاقة. لذلك من المتوقع أن يتم التراجع، إضافة إلى أن أساسا اتفاق التطبيع هو بناء على مصالح مالية، أخذ جزء مبلغ مالي من الإمارات. فإذا لم يحقق للنظام الحاكم في السودان هذه المصالح فبالتأكيد لن يكون هناك تطبيعا مجانيا. هذا بالنسبة للسودان. بالتالي ما الذي يدفع السلطة الفلسطينية لفتح مسارات التنسيق مرة أخرى من وجهة نظرك؟ بالنسبة للسلطة الفلسطينية الموضوع مختلف تماما، وإن كانت أسباب التطبيع في الأساس هي شبيهة للسودان، وهي تحقيق المصالح المالية لقيادة السلطة، إضافة إلى رؤية السلطة وقيادة منظمة التحرير وفتح بأنها ستحقق دولة فلسطينية وما إلى ذلك، والالتزام بعملية التسوية والاتفاقيات. ما حصل في السنة الأخيرة هو أنه في ظل إدارة ترامب ذهبت إدارة الاحتلال أو حكومة الاحتلال في خطوات بعيدة المدى على عكس عملية التسوية في إطار ما يسمى ضم الأراضي الفلسطينية، وأهملت القيادة الفلسطينية تماما، مما دفع إدارة السلطة أو قيادة السلطة إلى وقف التنسيق الأمني. ولكن أيضا في ظل تغير الإدارة الأمريكية يبدو كان هناك تواصل، وحسب ما رشح من قيادة السلطة نفسها أنه كانت اتصالات مع إدارة بايدن منذ فترة طويلة من أجل العودة إلى مسار التسوية، وكشرط لهذه العودة هو العودة للتنسيق الأمني، خصوصا أن السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية خانقة، وقطع التنسيق الأمني كان يترتب عليه وقف استلام المقاصة المالية من الاحتلال، وهي تشكل نسبة كبيرة جدا من دخل السلطة، في ظل تجفيف المنابع الذي تتعرض له السلطة من قبل الدول العربية التي دخلت مسار التطبيع مع يعني هل ترى أن في يعني الأزمة المالية الخانقة وغيرها ربما من الأسباب، هل ترى في المكاسب التي عددتها السلطة الفلسطينية من إعادة التنسيق، هل تراها يعني حقائق مقنعة يمكن التعويل عليها؟ لا، أنا أتحدث كمحلل وباحث في الشأن الإسرائيلي. هذه الأسباب الموضوعية، لكن هل هي أسباب مقنعة أم أسباب وطنية؟ لا، بالتأكيد المسألة هناك ناقش من تحت معنوين مختلفة تماما. السبب الدافع للسلطة في الأساس هو سبب مالي، لا يوجد انتصارات ولا يوجد مكاسب ولا يوجد إنجازات. السلطة الفلسطينية عانت من أزمة مالية خانقة، هي ما دفعها بالدرجة الأولى للعودة للتنسيق الأمني. السلطة الفلسطينية قائمة على ما يدخل عليها من مال بسبب الالتزام بالتنسيق الأمني مع الاحتلال،
حتى الأوروبيين ضغطوا على السلطة للعودة للتنسيق الأمني لاستمرار ما تدفعه أوروبا للسلطة الفلسطينية، وبالتالي كان من المتوقع أن يعودوا إلى استلام المقاصة وإلى التنسيق الأمني، لأنه لا سلطة، لا حقيقة، هذه واقعية بغض النظر السلطة محقة أم مسيرة التسوية أساسا، هل هي لصالح الفلسطينيين أم لا؟ بالنسبة للمكاسب يعني التي هي أجملتها بأنها مكاسب مالية أو مادية، يعني ما الخسائر التي جنتها السلطة؟ لنتحدث عن الخسائر في مقابل هذه المكاسب، يعني هناك خسائر ربما من إعادة التنسيق مع الكيان المحتل؟ بالتأكيد إعادة التنسيق بالتنازل بهذا الشكل هو خسائر، لأن القضية الفلسطينية كلها في مهب الريح، يعني خطة الضم التي ينفذها فعلا على الأرض نتنياهو وتزايد الاستيطان وتجاهل القيادة السياسية الفلسطينية، للأسف يعني القيادة السياسية الفلسطينية يتم تجاهلها، يعني لم يعد هناك مشروع سياسي فلسطيني يتحدث عن دولة فلسطينية، السلطة الفلسطينية أصبحت مجرد موظفين تحت سلطة الإدارة المدنية التي يرأسها ضابط يعني بمستوى منخفض، وهو الضابط الدرزي كميل أبو ركن، وبالتالي السلطة الفلسطينية كلها مجرد أداة وظيفية تحت الاحتلال، لم تعد ذات مشروع سياسي، فالعودة للتنسيق الأمني في هذه الظروف هو اعتراف من السلطة بأنه لم يعد هناك أفق لدولة فلسطينية، الاستيطان يمضي، الضم يمضي، ونحن نقوم بدورنا في التنسيق الأمني الكامل فقط مقابل الرواتب، مقابل أن نستمر نقبض الأموال وندفع رواتب للموظفين ولأفراد الأجهزة الأمنية. لعل القضية المحورية الوحيدة التي يتفق عليها كل الفصائل هي قضية الأسرى. اليوم مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية في فلسطين حذر من تصاعد عدد الإصابات بكورونا بين الأسرى في سجون الاحتلال. هل يمكن لمن أعاد التنسيق مع الاحتلال أن ينقذ الأسرى؟ للأسف من أعاد التنسيق أيضا قبل بشروط الاحتلال المذلة. الاحتلال كان يضغط على السلطة قبل وقف التنسيق الأمني لوقف مخصصات السلطة وللتخلي عن الأسرى واعتبارهم إرهابيين كما يصنفهم الاحتلال، وكان يعتبر الاحتلال وما زال يعتبر ودفع مخصصات لذوي الأسرى ولأسرهم ولأطفالهم هذا دعما للإرهاب، يناقض الاتفاقيات بين السلطة والكيان الصهيوني. لذلك عودة السلطة للتنسيق الأمني وخصم رواتب الأسرى ومخصصات أهليهم وذويهم وأطفالهم وأسر الشهداء من المقاصة الفلسطينية بموافقة السلطة الفلسطينية هو طعنة في ظهر الأسرى، طعنة جديدة وتخلي عن ملف الأسرى، وإن كانت السلطة ستلتف على الأمر وستدفع للأسرى من باقي الميزانية، يعني من باقي الأموال التي قبضتها لرواتب الموظفين ولمصاريفها الحكومية، ولكن الحقيقة أن السلطة مرة أخرى تتخلى عن ملف الأسرى وهي يعني تستجيب للإدارة الصهيونية بأنها لا تمثل هؤلاء الأسرى، وأيضا البنوك الفلسطينية أصبحت ملتزمة الآن بالمطالب الإسرائيلية وهي عدم تحويل رواتب الأسرى فيها، لذلك السلطة تخضع للاحتلال وتتخلى عن الأسرى تدريجيا، وإن كانت تحت الضغط الشعبي وتحت كون أغلبية الأسرى أساسا من أبناء حركة فتح التي هي تقود السلطة يدفع أو يجبر السلطة على الاستمرار في الدفع للأسرى، ولكن من ناحية العلاقة مع إسرائيل هي لا تستطيع أن تضغط على إسرائيل بشأن الأسرى، لا تستطيع أن تمثل قضية الأسرى لأنها قبلت أن تضع الأسرى في إطار الإرهاب التزاما باتفاقية أوسلو والملاحق الأمنية المتعلقة بها. شكرا لك أستاذ صلاح الدين العبودة المختص بشأن الفلسطينيين، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.